شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، نختار آثار النبي وأمره، نقفو كتاب الله للآراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم سبيل الهدى. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن تأسيس الجماعة الإسلامية الأحمدية، كما تحدثنا عن بعض صحابة المسيح الموعود عليه السلام الكرام من العرب، واليوم أيضا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض الأصحاب الآخرين وعن تاريخ الجماعة في الشام واليمن بإيجاز. واسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف الكرام لهذه الحلقة، الأستاذ عبد المجيد عامر والأستاذ مير أنجم برويز من المكتب العربي في الجماعة الإسلامية الأحمدية، أهلا وسهلا بكم. كما ينضم إلي عبر الأطلسي ومن دولة كندا الأستاذ مصلح الشنبور، فأهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي الكرام. طبعا أستاذ عبد المجيد أبقى معك أولا، هلا تحدثنا عن بعض صحابة المسيح الموعود عليه السلام الكرام، هل يمكن أن تذكروا لنا قصصا عن بعض الصحابة الآخرين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك صحابي آخر من العرب واسمه السيد عبد الله العرب، وقد بايع قبل أن يؤلف سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام كتابه الشهير حمامة البشرى، وذلك في قبل عام 1883. كان هذا الصحابي عبد الله العرب تاجرا كبيرا، وكان مريدا لرجل صالح وصاحب زاوية، كان يعرف باسم صاحب الألم. رأى هذا الرجل الصالح صاحب الألم في الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله في الرؤيا عن المسيح موعود عليه الصلاة والسلام، هل هذا الرجل أي المسيح موعود عليه الصلاة صادق أم كاذب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا: إنه صادق وهو من الله تعالى. عندما رأى هذه الرؤيا هذا الرجل الصالح، أرسل إلى المسيح موعود عليه الصلاة والسلام اثنين من مريديه، وهما السيد عبد اللطيف وسيد عبد الله العرب. لقيا سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام وتحدث معه حول عقائده ودعواه وإعلانه، وقتنا وبايع، فصدق دعواه وبايع على يده. ثم مكث عبد الله السيد عبد الله العرب في قاديان لفترة، وكان شيئيا قبل أن ينضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية ويبايع على يد سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما كان يعني يظهر ندمه على معتقداته الشيئية التي كان يتمسك بها من قبل بما فيها التقية وغيرها، وكان يشكر الله تعالى كثيرا على أنه نجاه من هذه المعتقدات الغير صحيحة. كتب أيضا كتابا في اللغة العربية بعنوان سبيل الرشاد، وذلك ردا على عالم شيعي علي الحائري. لما كان هذا الصحابي عبد الله العرب من الشيعة من قبل، فكان يعرف معتقداتهم يعني بعمق، فكتب ألف هذا الكتاب ردا على هذه العقائد التي كانت يتمسك بها قبل أن ينضم إلى المسيح موعود عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ هذا الكتاب على مسامع سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام، وأوجب به سيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وشجعه على ذلك، وقال بأن هذا كتاب جميل والأجوبة معقولة جدا. وكذلك ترجم هذا الصحابي عبد الله العرب بعض الأوراق من كتاب سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام سفينة نوح الذي كان قد ألفه باللغة الأردية.
وقرأ هذه الترجمة على منصب سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام وشجعه أيضا وقال له أن يجب أن تدرب أن تتدرب على الترجمة. ولكن سيد عبد الله العرب كان مترددا قليلا لأن لغته ربما لغته العربية عفوا الأردية لم تكن قوية جدا، لذلك لم يتشجع على ذلك واكتفى بتاليفه هذا سبيل الرشاد. نعم جزاكم الله. أستاذ مير هل تودون أن تضيفوا شيئا؟ نعم جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك صحابي آخر وهو أيضا كان من الشيعة اسمه عبد المحيي عرب وكان من العراق، قرأ بعض كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فعجب بها للغاية، فقال في نفسه بأن مثل هذه اللغة ومثل هذه المعارف لا يمكن أن يكتبها أي شخص إلا إذا كان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى قاديان للتحقيق ولقي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وسأله باستغراب، هل أنت كتبت بنفسك هذه الكتب؟ يعني كان مستغربا كيف كتب الشخص الذي لم يدرس في أي مدرسة أو في أي جامعة وفي قرية نائية في الهند، كيف استطاع أن يكتب مثل هذه الكتب الرائعة باللغة العربية الفصيحة والبليغة؟ فقال هل أنت كتبت بنفسك؟ فقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نعم أنا كتبتها بفضل الله وتأييده. فقال هل يمكنك أن تكتب أمامي؟ إذا لو كتبت مثل هذه اللغة أمامي لآمنت بك. فالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هذا أنت تطالب معجزة اقتراحية والأنبياء لا يرون مثل هذه المعجزات، أنا لا أكتب إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن أكتب. فلم يكتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن يخجل ويخشى لومة لائم بأنه ماذا سيقول، لأنه فعلا كان يكتب عندما يأمره الله سبحانه وتعالى وبتأييد من الله سبحانه وتعالى يكتب. فقال هذا ما قال. وبعد ذلك ذهب السيد عبد المحيي العرب إلى غرفة الضيافة ومن هناك كتب رسالة إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام باللغة العربية. فحينها رد عليه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام برسالة باللغة العربية. فكانت كانت هذه الرسالة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام باللغة العربية الفصيحة، فعجب بها وأيقن بأنه فعلا كتب هذه الكتب بتأييد من الله سبحانه وتعالى، فآمن بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بذلك فقط، بل قرر البقاء في قاديان للأبد وقام بخدمات عظيمة للجماعة في مناسبات مختلفة، والجماعة أصدرت أول مجلة باللغة العربية باسم مصالح العرب وكان هو رئيس التحرير لهذه المجلة. ثم عندما زار المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه البلاد العربية وحج بيت الله لأول مرة في عهد الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه، فكان من رفقائه عبد المحيي العرب أيضا. وثم كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في حياته يهتم بعبد المحيي العرب رضي الله تعالى عنه جدا، وكان دائما يعطيه الهدايا والعطايا وكان يتمتع بكرم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وعندما توفي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك دائما كان يذكر كرم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وعندما سمع الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه بذلك كان قد بدأ يكرمه أيضا. وأيضا كتب كتاب باللغة العربية لغات القرآن، ويذكر الراوي بأنه
وقع على هذا الكتاب على نسخة من هذا الكتاب وأهداها لابنة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام السيدة نواب مباركة بيغم رضي الله عنها. وأيضا بعد ذلك قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن صحابي آخر محمد سعيد الشامي الطرابلسي الذي كان أول المبايعين من أهل الشام. وهذا الصحابي أيضا قرأ كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وعجب بها، كان قرأ كتاب التبليغ الذي فيه قصيدة شهيرة يا عين فيض الله والإرفاني، فعجب بهذه القصيدة وبهذا الكتاب وبلغة الكتاب ولغة القصيدة جدا، ومدح جدا وبايع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وأيضا كتب كتابا باللغة العربية في تأييد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وكتب فيها أدلة على صدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية دعا العرب إلى أن يسمعوا هذه الدعوة وحاول إيقاظهم، وسمى هذا الكتاب إيقاظ الناس. جميل. أراد أن يوقظ الناس ليسمعوا هذه الدعوة ويؤمنوا بإمام هذا الزمان. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أنتقل إليك أستاذ مصلح، كيف انتشرت الجماعة في البلاد العربية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يعني كما ذكر من قبل وفي الحلقة الماضية أيضا، كان قد ذكر بعض الصحابة العرب الذين كانوا قد بايعوا المسيح الموعود عليه السلام وأصبحوا وسيلة لنشر كتب المسيح الموعود عليه السلام في البلاد العربية. فقد كان وكان طبعا ذلك نتيجة لأدعية المسيح الموعود عليه السلام للعرب بشكل خاص. فالحقيقة هي أن المسيح الموعود عليه السلام لم يكن يدعو للعرب فحسب، إنما كان يتفاءل بهم وكان يتوقع منهم قبول الحق، حيث قال في كتابه نور الحق يقول: والذين يظنون أن أهل العرب لا يقبلون ولا يسمعون، فليس عندنا جواب هذا الحمق من غير أن نحولق على قولهم ونسترجع على فهمهم. ألا يعلمون أن العربيين سابقون في قبول الحق من الزمان القديم؟ بل هم كالأصل في ذلك وغيرهم أغصانهم. ثم يقول: ثم نقول إن هذا فعل الله ورحمة منه، والعرب أحق وأولى وأقرب برحمته. فإذا نظرنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك أيضا بعض الناس يميزون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال كلام أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال المحادثة، الحوار الذي جرى بين الملك هرقل وأبي سفيان، من خلال كلام أبي سفيان الذي كان يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، استطاع الملك هرقل أن يميز صدق نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ففي زمن المسيح الموعود عليه السلام أيضا، عندما وصلت هذه الكتب للبلاد العربية، أخذوا ينشرونها فيما بينهم، وقد ذكروها في كتبهم أيضا، وقد أقروا بعقائد المسيح الموعود عليه السلام، وخاصة عقيدة وفاة المسيح، ومدحوها. وقسم منهم كان ينسب هذه العقيدة للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، وقسم منهم كان فقط يذكر ويقر بهذه العقيدة ولم يذكر أن هذه العقيدة منسوبة إلى الإمام المهدي. فعلى سبيل المثال لو اطلعنا إلى مصر، في مصر كان هناك عالم فاضل مشهور بعلوم الأديان، المستشار محمد عزة الطهطاوي، فقد ذكر في رسالته النصرانية والإسلام عام 1987 عن وأقر فيها عن وفاة المسيح، وذكر في هذه الرسالة أن بعض العلماء الآخرين الذين أيضا أقروا في بعقيدة وفاة المسيح، وذكر أسماءهم، وهم أيضا مشهورون في مصر، مثل الأستاذ محمد عبده، فضيلة الأستاذ شيخ محمد أبو زهرة، الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت، هذا كان أيضا شيخ الأزهر، والأستاذ عبد الرحيم فودة وغيرهم، والأستاذ حسن الزمزمي. هنالك نص العديد من الأسماء، أسماء العلماء الذين أقروا بهذه العقيدة. ومن ناحية أخرى، في كانت نبوءة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحققت في هذا الزمان التي تنبأ فيها، وقال أن الشمس سوف تشرق من المغرب.
ففي الدول الغربية هي أمريكا وأوروبا وغيرها وغيرهما، كان أيضا هذه النبوءة طبعا تعني أن الإسلام سوف يزدهر من الغرب، من العالم الغربي. فكان الكثير من العرب الذين كانوا قد هاجروا إلى بلاد أمريكا وأوروبا، وفي تلك الفترة خاصة في أمريكا في عام 1921 كان دعاة الجماعة الإسلامية الأحمدية أو على الأقل أول داعي الأستاذ مفتي محمد صادق رضي الله عنه، كان أيضا صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام، عندما ذهب لأمريكا إلى أمريكا التقى خاصة بالعرب السوريين والعرب الفلسطينيين وبلغهم طبعا وتحدث معهم وأحبوه كثيرا، إلى درجة أنهم ذكروا تجاربهم معه في مجلاتهم المحلية، وهناك مجلة مشهورة إلى يومنا هذا تدعى مجلة البيان، في هذه المجلة مذكور كل واقعاتهم التي حدثت بينهم وبين الأستاذ المفتي محمد صادق، ومدحوه كثيرا في هذه المجلات. فهذه المجلة مجلة البيان ما زالت موجودة ومتوفرة إلى يومنا هذه، وهذه الأذكار والحقائق أيضا مذكورة في هذه المجلة. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ عبد المجيد أعود إليك، فكيف وصلت دعوة الأحمدية إلى بلاد الشام؟ نعم، قد تحدثنا من قبل بأن أول مبعوث من أهل الشام في زمن سيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام كان السيد محمد سيد الشامي الطرابلسي، ثم في عهد سيدنا الخليفة الأول وفي عام 1813 بعث حضرت زين العابدين رضي الله تعالى عنه إلى سوريا لكي يدرس اللغة العربية هنا وليطلع على أحوال الناس وكيفية تبليغ الدعوة إليهم. وبالمناسبة أريد أن أذكر أيضا بأن هذا الصحابي سيد زين العابدين كان صحابيا وابن صحابيا، اسم أبيه كان سيد عبد الستار شاه، وكان خال سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله تعالى. فأقام زين العابدين في بيروت حيث كان يدرس في الكلية، وكان من أساتذته في الكلية الشيخ صلاح الدين الرافعي الذي كان على احتكاك معه، يعني على تواصل دائم معه. فتأثر هذا الأستاذ الرافعي بأخلاق وسيرة سيد زين العابدين كثيرا، فبشره زين العابدين حتى بايع، اقتنع وبايع، فانضم إلى جماعة الإسلامية الأحمدية. ثم يعني كان متأثرا بجاوة الجماعة وكان يعني موقنا بصدقها بصدق الدعوة، فأقام مادبة كبيرة ودعا إليها الشخصيات البارزة في من بيروت، وأعلن أمام الجميع بأنه اقتنع بهذه الدعوة وهذه هي عقائد هذه الدعوة وهذا يعني رسالتها وما إلى ذلك. يعني أعلن أيضا أمام الجميع بأنه قد انضم إلى هذه الجماعة. ثم بعد ذلك شاءت الأقدار أن تسوء الظروف في بيروت، فانتقل زين العابدين إلى حلب في سوريا، إلى مدينة حلب في سوريا، ودرس هناك على أيدي كبار العلماء والأساتذة، وقدم امتحانا في فلسطين، وعين أستاذا مدرسا في كلية في فلسطين، وظل يدرس هناك إلى مدة من الزمن. ثم عين نائب الأمير أيضا لهذه الكلية، لكلية أخرى عين نائب الأمير. نعم، في الشام، في دمشق. نعم، في دمشق. هذه كانت الكلية السلطانية بالشام في دمشق. نعم. وكان مولانا زين العابدين يعني من إلية القوم، كان يعد في إلية القوم هنا ذاك، لأنه كان عالما كبيرا في علوم الأديان وفي اللغة العربية أيضا. وكان من طلابه في كلية صلاح الدين الأستاذ منير الحسني الذي أصبح أمير الجماعة في الشام بعد ذلك، بعد فترة من الزمان. درس الأستاذ منير الحسني في هذه الكلية لأربع سنوات، وبعدها حصل انقلاب على السلطنة العثمانية وأغلقت هذه الكلية كلية صلاح الدين. فهكذا بذرت البذرة الأولى للجماعة الإسلامية الأحمدية في بلاد الشام،
ولكن أسست الجماعة بشكل رسمي فيما بعد عندما أرسل سيدنا المسلم موعود رضي الله تعالى عنه داعية من قاديان اسمه السيد جلال الدين شمس. نعم أستاذ مير، فمن هو أول داعية إسلامي أحمدي إلى بلاد الشام، وكيف تأسست الجماعة الإسلامية الأحمدية في بلاد الشام؟ نعم جزاكم الله. كما ذكر الأستاذ عبد المجيد بأن أول داعية الذي بعث إلى الشام رسميا وأقام الجماعة هناك بشكل رسمي هو مولانا جلال الدين شمس رضي الله تعالى عنه. تعرفون عندما زار المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه البلاد العربية في 1924 زار الشام أيضا، وهذه الزيارة كانت حافلة جدا، يعني بحيث زاره الشخصيات البارزة من العلماء والمشايخ ورجال السياسة والصحفيين، وقابل حاكم الشام أيضا وأجريت له المقابلات الصحفية العديدة، وأيضا واجه معارضة شديدة أيضا وألقى بعض المحاضرات أيضا. فهذه الزيارة هي تحتاج إلى حلقات لنتحدث عنها، ولكن أريد أن أذكر أمرين من هذه الزيارة فقط. أولا كما تحدث الأستاذ عبد المجيد أن مولانا زين العابدين ولي الله شاه رضي الله تعالى عنها خال الخليفة الرابع رحمه الله هو كان في بلاد الشام قبل ذلك، وكان له صديق اسمه عبد الرحيم أفندي البيروتي، وحين سمع بأن إمام الجماعة أو ابن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نازل في الشام زاره وتحدث معه وصدق دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الثاني من هذه الزيارة الذي يتعلق بإرسال أول داعية إلى بلاد الشام، كان هناك شخص شيخ اسمه الشيخ عبد القادر المغربي، هو أيضا كان من أصدقاء مولانا زين العابدين رضي الله تعالى عنه، وعندما سمع بزيارة المصلح الموعود جاء ليقابله، وأثناء الحديث قال في الهند الناس غير متعلمين ولا يعرفون اللغة العربية، أما نحن العرب فنعرف اللغة العربية والدين، فلا تستطيعون أن تنجحوا في تبليغ هذه الرسالة في بلادنا. فالمصلح الموعود رضي الله تعالى عنه قال عند بعد العودة سأرسل مبشرا وداعية هنا في بلاد الشام، وهو سيبشر دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وسيقيم جماعة هناك. وفعلا عندما عاد المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه أرسل مولانا جلال الدين شمس رضي الله تعالى عنه كداعية في بلاد الشام، وهو كان نشيطا جدا وعالما فظا، وأسس الجماعة في بلاد الشام وبايع على يده عدد من أهل الشام من أبدال الشام. وهناك روايات مختلفة، من أول المبايعين كان الأستاذ مصطفى نويلاتي، كان أبوه يقول له في حياته بأنه قد ظهر، الله سبحانه وتعالى أخبره بأن الإمام المهدي قد ظهر، لأن العلامات لظهور الإمام المهدي قد تحققت. نعم. فقال إذا سمعت، يعني كان يوصي ابنه دائما إذا سمعت ببعثة الإمام المهدي فعليك أن تتبين وتتحقق وتبايعه. ولما سمع مصطفى نويلاتي، كان أبوه قد توفي حينها، وأيضا أعطاه مبلغا من المال ليهدي لجماعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، كان يعتقد أن هذا المال هو الزكاة والزكاة من حق الإمام، وقال له اذهب إلى الشام وابحث عن المهدي سيظهر هناك. نعم. نعم. وعندما سمع مصطفى نويلاتي بأن هناك مبشر وهو يدعو إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، فزاره ولقيه وسمعه
وتبين له بأنه فعلا قد ظهر الإمام المهدي، فبايع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وقدم هذه الهدية نعم وصية لأبيه. نعم بارك الله فيكم. أستاذ مصلح، يعني بقي معنا تقريبا 3 دقائق، باختصار لو سمحت هل يمكن لكم أن تذكروا لنا بعضا من القصص الأخرى للمبايعين الأوائل وخدماتهم للجماعة؟ نعم، أخصص الذكر لجماعة اليمن. طبعا في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه كان دعاة الجماعة الإسلامية الأحمدية كان حضرته يرسلهم إلى بلاد أفريقيا ليبلغون هناك، ففي طريقهم كانوا أحيانا يمكثون في اليمن لبضعة أيام ثم يستمرون في جولتهم. وكان في اليمن أيضا بعض الأطباء الأحمديون الذين كانوا يقيمون هناك ويعملون هناك، ولكنهم لم يكونوا يعملوا على التبليغ، ولكنهم مرة طلبوا من المسيح الموعود من المصلح الموعود رضي الله عنه أن يرسل إليهم خصيصا داعية ليبلغ اليمنيين عن الجماعة الإسلامية الأحمدية، فأرسل حضرته داعية كان اسمه غلام أحمد، وبدأ يبلغ بالإخوة اليمنيين، وطبعا أيضا واجه بعض المضايقات والاضطهادات من بعض الإخوة المتعصبين هناك، ولكن طبعا كما هي سنة الله أن عادة ثمار ونتائج هذه الاضطهادات تخرج وتظهر جيدة. فحدث يوما أن التقى بأخ مخلص كان اسمه عبد الله محمد عثمان الشبوطي، وكان هذا السيد عثمان الشبوطي السيد عبد الله الشبوطي من منذ البداية لا يقتنع بحياة المسيح عليه السلام، أن المسيح عليه السلام حيا في السماء. فأخذ الحوار يدور بينهما، وخلال الحوار أيضا الداعية أعطى السيد الشبوطي كتابا، وأخذ الشبوطي يتصفحه فإذا به يرى صورة في هذا الكتاب، فقال له من هذا في الصورة الذي يلبس العمامة؟ فقال له هذا المصلح الموعود، هو خليفة المسيح الموعود عليه السلام. فقال له أنا كنت قد رأيته في رؤيا. وهكذا بالفعل الله عز وجل سخر له الأسباب لأن يبايع، وبايع ودخل في الجماعة الأحمدية. وبعد دخوله في الجماعة أيضا أبدأ لهفه وولعه لحب الجماعة والتبليغ في الجماعة. فماذا فعل؟ بدأ يصطحب معه الداعية ويذهب إلى أصحابه وأصدقائه ويبلغه، وبسبب هذه الجولات التبليغية أيضا بايع بعض الإخوة، وكان البعض الآخر يقتنع في كلامهم ولكنهم لم يكونوا يبايعون. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله أحسن الجزاء أعزائي الكرام، شكرا جزيلا لكم على ما أفدتمونا بهذه القصص الشيقة، وأدعوكم أعزائي المشاهدين أن تنضموا إلينا أيضا في الحلقة القادمة من برنامجكم أسبوع سبيل الهدى حتى نستكمل هذا الموضوع الشيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، نختار آثار النبي وأمره، نقف كتاب الله.